بكم في حصتنا المحبوبة جنان للا. واليوم من بوابة الصحراء جاتنا، وتحديدا من مدينة لقوات، جاتنا الأخت فايزة اللي متعودين عليها. مرحبا بك أختي فايزة. أهلا وسهلا ومرحبا بك ومرحبا بنا عندكم. راكي مولات الدار يعني. الله يخليك. راكي من الطاقم تاعنا. مرحبا بك ومرحبا بالوصفات تاعك اللي يعرفوهم كامل باللي رايعين. الله يبارك. واليوم واش جبتينا؟ اليوم جبنا الوصفة المحبوبة واللي معروفة كثير في مدينة لقوات، وهي المردود. مردود لقوات يعني ما تخلاش دار إلا وعندها مردود مفتول، سواء عولة أو يفتلوه يعني في المناسبات كالحج كالمر النافس ثاني كيديروه لها. والمردود هو بالأكثرية احنا نديروه للمسافر. علاه اسمها المردود؟ باش يروح ويعاود يترد للمدينه نتاعو. هذه سيمبوليك هائله. المردود يعني اللي ياكلو باش يغود. فوالا يسافر الحجاج بيتربي ويسافر باش يولو بخير وعلى خير الناس وكذا، ديروا الطبق المردود ونقسموه معروف باش المسافر يرجع بخير على خير ان شاء الله يا ربي. واش نستحقوا لهذه الوصفه ديالك؟ كاين نوعين من المردود كما راكي تشوفي اختي نسيبه. كاين هذا الاخضر وهو اللي مفتول بالاعشاب الطبيعيه تاع المنطقه، هي دو الخلاء. دو الخلاء. كاين اللي يقولوا له المرور وكاين اللي يقولوا له دو الخلاء. بالاعشاب واش مفتول؟ بالاعشاب تاع الصحراء. احنا في منطقه لقواط نقولوا له دو الخلاء، وفي البدو نروح له في المنطقه تاع الجلفه يقولوا له المرور. وكاين الابيض هذا اللي يفتلوه عادي. هذا نديروه في المعروف كي نعودوا مثلا انسان عنده طلبه من عند ربي ولا حب حاجات تقبل يشفع ان شاء الله، يدير هذاك القدره الكبيره القزار الكبير ولا البرمه الكبيره تاع المردود ونخرجوه للشارع بالقصاع قصعات قصعات ونحطوه للي قادي واللي جاي يذوق المعروف. صدقه مقبوله ان شاء الله. يسلمك. واش لازم كان المردود اليوم؟ المره اللي فاتت في جنان لالا السابقه درناه باللحم، ذي المرة على حساب يعني كل مرة كل واحد نمشوا على حساب صح المقدور تاع المواطن. درنا نديروه بالدجاج بصح في نفس الوقت ما ننساوش أننا ننكهوه بالشحم، الشحمة تاع الكلى تكون غابي كيما هكذا وندسوها. احنا نديرو في المنطقة تاعنا تاع لقوات المسكر شحمة الخليع، شحمة العولة نديروها شحمة يطردقوها وينحوا منها هذاك الخيوط ويفيضوها في الماء، بعد ذلك يطحنوها ويديروها في الجفان ويدسوها عولة تاع الشتاء. مش شرط وجود اللحم في كل دار، يديروا ذيك المغرف تاع المقرف تاع الشحمة، نديروا الدجاج ونديروا الشحمة معاه مع شوية زيت، نديروا الثوم نقلوهم مع بعض ونديروا لي زيبيس واللايات اللي تمتاز بهم منطقة لقوات سواء في الطعام أو المردود هو راس الحانوت. نبدأ إن شاء الله نطيبوا المردود نتاعنا، نديروا الطرف تاع الطرف تاع الدجاج يقلوها في الشحمه. ايه راح تمد واحد يقلوها المردود كي ديري له الشحمه يزيد له نكهه واحده اخرى اكيد يزيد له مذاق اخر. كاع نديروا الثوم، اعطيني شويه زيت نسيبه. ايه قدشينيه شويه فقط. واش نزيد لك قولي لي؟ هاتي لي الملح. هاكي الملح ونشوف في العكري. راني مخلطه الفلفل العكري بالفلفل الحار. داكو مخلطاتو واحد اللون والاخر الحروريه. الحروريه راس الحانوت كنا دايرين فقط ايبيس واحد نكثروا منه. لماذا؟ لانه هو الحاجه الوحيده اللي نديروها. ديروا فلفل كحل وقرفه وكل شيء. فيه كلش يعني فقط فيه هو كلش. ايه تعرفي كي درتي له دوك هذا راس الحانوت؟ ايه جاتك الرائحه نتاعها. تعبى. هذه مدي لي المريسه. المريسه اللي هي عباره عن المريسه هي مزيج ما بين الهرمس. ايه مشمش اليابس مشمش المجفف، طماطيش المشرحه احنا نقولها الطماطيش المشرحه والتمر. علاه ندو الحلاوه تاع التمر
والحماضه نتاع تاع الهرماس، انتما يقولوا له في منطقه اخرى فرماس، واللون والمذاق نتاع الطماطيش. نديروها كوم اون بويغي، نفيضوا لهم فيضه، نعقبوهم على لامولينات، يعودوا لنا اون بويغي كيما هكذا. هذه في بلاصه طماطيش كونسونطري تستعمل تتقبع ولا لا؟ بلاصه طماطيش كونسونطري هو نخبوها يابسه، ولكن نطيبوها ونفيضوها ونرحوها في الدقيقه تاع الطياب. اه داكو، اي في الدقيقه تاع الطياب. نحي لك هاد الدنيا كما نقدم شويه ولا لا؟ لا نقدم شويه ولا لا؟ لا هاتي لي الماء شويه. نديروا له الماء شويه معاك. شكرا. نعيك معايا لي؟ لا 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 صافا با، اللي قاعده انا مصدره عليك. نبداو شويه بلا ما كملنا لي زانغريديون. لي زانغريديون عاد باك مرقي كامل. هكذا كاين في 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 دنيا بكري يديروا فقط الثوم مع لي زيبيس مع الدجاج مع راس الحانوت، والان اصبحوا اخرين حد دخلوا عليه يعني تغييرات، عاد يديروا شويه بصل. ايه كاين اللي يدير لك ثاني كذلك، ما يديروش بالدجاج، يديروا احنا الاغلبيه نديروا باللحم. يعني انت مديتينا اليوم الوصفه القديمه الوصفة الاصليه؟ لا القديمه الاصليه باللحم. باللحم باللحم ولا ايه بالخليع ولا ايه. الان قلت لك درتها نظرا للمتطلبات يعني السوق، ايه وعلى حسب ذوقنا المشاهد الحاله الاجتماعيه نتاع المجتمع. خلوها هكذا ونزيدوا لها الفول. هذا الفول يابس. نزيدوا هذه، شمي نصيبه هذون حبيبات كليله. كليله سي تان فرماج، الفرماج اليابس المجفف يديروها على داك الفوق تاع الزازا. صح هذا الشنين كي يحمض يفيضوه وكيفيض يتكايلا قاع يجمد يصفوه. شوفي الناس بكري كيفاش كانوا يعني لي زيدان تاعهم ويعني القيمه الغذائيه نتاعها والصحيه من اروع ما يكون. بدا الان في باريس وفي اوروبا وكذا يستعملوا يستعملوها يستعملوها وغاليه وغاليه وين تصيبيها وغاليه، وحنا نخدموها نخدموا بها المردود نتاعنا. نحطوا الكليله الكليله المريسه ديناها من التمر والهرماس ايه والطماطيش. الفلفل هنايا نديرو في الاخير. هذا يطير. الحار اكيد للطماطم. طماطم المصبره نديرو، رانا دايرين المريسه معناها نديرو ايه فقط باش تخثر لنا هذيك فيها يعني القدر تاع الصح. مليح دوزنا اللحم الدجاج تاعنا دوك نمرقوا يا اخي. نمرقوها مليح الله ونخلوها طيب. تفضلي بلح درنا الملح. درنا الملح خلاص خلاص مع اللي بركوك كان فيه شويه وسمه. الان خلوها طيب. ايه بعد كي طيب اللحم الدجاج نرمي المردود. انا نحبذ هذا اللي مخدوم بالاعشاب إيه؟ هو اللي راني دايرته اليوم. نحبه ونديروا له الكسبر في النهايه نتاع نتاع الطياب كي يطيب كامل. وما ننساوش المقرف تاع دهان عرب كالعاده، يعني احنا هذاك نديروه كيف كيف من بعد. احنا المقرف تاع دهان عرب لما تحطتش الدهان العرب في القصعه ما لا لا المقرف تاع دهان العرب نديروه انا وياك من بعد انا في الاخير يا اخي. نخلوها طيب خلوها طيب ونعاودوا نرجعوا ونشوفوا الطبق تاعنا على طاوله التقديم ان شاء الله. ان شاء الله. عاودنا رجعنا لكم مع هذه الطاوله المزينه، ومن ديما نقول لك واحد المردود راه يطلق واحد الريحه معبقه نتاع راس الحانوت ديالكم. ودوا الخلا ودوا الخلا وي. ما ديما نقول لك يعني فريمون يعطيك الصحه. يسلمك يعطيك الصحه. وكما قالت لي فايزه ديدي له شويه هكذا نتاع كسبر كسبر من الفوق وشويه دهن عرب. ومقرف مقرف دهان عرب مقرف دهان عرب. دونك هذه في الوسط هكذا هكذا حرحريها. شوفي 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 حرحريها غير يدوب غير بلا عقل هكذا هكذا. يعطيك الصحة أختي فايزة. وأنا كل عطيني شوية المرور هذاك دول الخلا. شوية مرور شوية دول الخلا حنا نشتو نديروها. ديريه ديريه دوك نقول لكم باش مخدوم هاد الدواء نتاع الخلا باسكو سي امبورطون. انا نركز بزاف على لي زيبيس هادو هما فريمون اللي تمتاز بهم الوسم اللي يمتاز بهم الطبخ الجزائري. لازم علينا ومحتم علينا نخلوهم يعني كما يقول لك كنز وميراث من عند القدم ان شاء الله. دونك قاتلي واش فيهم هادو؟ دو الخلا هذاك اللي نصبنا به وفتلنا به الطعام هم اعشاب ينبتوا في الصحراء. ايه
ينبتوا بلا ما تقرصيهم ما تسقيهم من عند ربي سبحانه عز وجل. في كاين العروق الحلبه، اي صح، كاين عروق الحلبه وكاين الفليو وكاين القرطوفه، وهي الاساس تركب على القرطوفه. القرطوفه عندك كاين ناس يزيدوا لها ورق نعناع، كاين اللي يزيدوا له غمغه يعني لزير، كل يعني عائله كيفاش تحب تدير هذيك اللمسه الخاصه بها. صح، هذه سي لا باز، هذه لا باز لا باز. ونحب برك القرطوفه بارفوا يقولوا لي نسيبه، ولا تقدري ترجمي لنا، كاين بزاف الجاليه في الخارج. قولي نسيبه، قولي لنا باللغه الفرنسيه الوسم والنون تاع لي بلانت. القرطوفه اللي هي لا كامومي سوفاج، القرطوفه لا كامومي سوفاج، الفليو سي لابيو، لا لو بوليو يقولوا له، فوالا دو بوليو. وهادو لي غاس عروق الحلبه، هادو لي غاسين دو فينيغريك، فينيغريك فوالا. دونك لازم هادو هما بيان سور المنفعه تاعهم، روحوا برك سقسي وتشوفوا واش فيهم. الاخر مع اللي هو ينحل البرد، هو ما ديور حتى للمرض. دونك انسان يكون مريض من ليستوما تاعو ولا من المعده، نديروه في المعروف، نديروه في المناسبات، في المهم مردود الاقواط معروف، ومردود المنطقه يعني بصفه عامه ما شاء الله معروف كثير. وانا كل عام مرفا نعيط لها نقول لها شوفي فايزه اختي، اعطيني غير شويه شبت الشيخ، يعني اليوم لا ما عندهاش محلها في الاعراب. حبيت ندخلها باش ندي لكم معلومه هايله اونور. صح، شبت الشيخ اللي معروفين بها ناس الصحراء يا اخي، وناس قاعد ديك لا ريجيون ديالكم، منطقه كامله بصفه عامه فوالا. الو قولي لنا برك باختصار لمن نواسيوها. شوف شبت الشيخ هذه سي اون بلانت، يجيبوها كيما هاك ناشفه ويابسه، لي اروماتيك، ما فيهاش لوغو على قد ما فيها الرائحه. حنا كي نطيبوا الطعام براس الحانوت نتاعنا، الله الله، وبذاك الطعام تاع اللحم القلمي ولا الدهان وكل شيء، وطيب الكابويا كالاباز ومرقه كاع طيب كامل، تنحي المقطع، نشعلوا الشيبه من تحت، نحرقوها نحرقوها تحرق، كي تشعل النار فيها نحلوا المقطع نرموها في المرقه، في المرقه، ونقطوا المقطع ونخلوا لو كوفيمي يدور لداخل. هاك تشوف هذا الجماليه نتاع الطعام تاع المنطقه. يعطيك الصحه بصفه عامه المنطقه، وشكرا على اللباس كانا كيف كيف منطقه هذه ربه الاقواط، يعني من تصميم السيده فاطمه تهامي، واللي زادت لها لمسه ان هذا الرقمه رقمه جبل العمور تاع منطقه الاقواط. لا عمور، هذه حاجه عرش العمور يا اخي، عرش العمور، وهي منطقه الاقواط. هذه الرقمه درنا نموذج جديد ان الربه تكون اقواطي، والرقمه يعني لو موديل يكون اقواطي. الله يبارك، يعطيك الصحه. ان توكا كانت حصه يعني غنيه من المعلومات ديالك. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ونتلاقاو في حصه قادمه ان شاء الله.